تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في عمليتين نوعيتين خلال اليومين الأخيرين. في العملية الأولى تمكنت من حجز 1124 قرص مهلوس مخبأة بإحكام في فرن كهربائي للطبخ، وتوقيف امرأة في عقدها الثالث من العمر على مستوى محطة نقل مسافرين ورقلة، ومبلغ مالي يقدر ب 3000 دينار جزائري. والعملية الثانية تم حجز من خلالها كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 1365 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملي جرام، وتوقيف شخصين آخرين على مستوى ذات المحطة، ومبلغ مالي يقدر ب 3000 دينار جزائري.